افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط فعاليات مؤتمر ومعرض الثورة الصناعية الرابعة الدولي الذي حمل شعار الإمكانيات والتحولات لدول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة المتغيرات الصناعية، والذي تنظمه جمعية المهندسين البحرينية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمشاركة عددية جاءت من مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية من الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية والمتخصصين والفنيين والجامعات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال. دائما ما تقام الدراسات وتبنى الخطط الاحترازية على قياس حجم التحولات التي تخيم على قطاع معين من القطاعات الحيوية ممن لها وزنها في قاموس الاقتصاد على اختلاف أبجدياته وفروعه. والقطاع الصناعي أحد أهم المجالات التي مرت في مراحل تطويرية هامة رافقها جملة من التحديات تم التعامل معها بالشكل الذي يناسب كل مرحلة زمنية برزت فيها صناعة على حساب أخرى ليصار إلى تكثيف العمل عليها وتفعيل وتيرتها. تطبيق التقنية في المجال الصناعي، فتراه مثلا في الإنتاج النفطي، المراقبة من قبل الأنظمة الحاسوب إلى آخره، مراقبة الإنتاج، مراقبة خطوط النقل، كذلك في التكرير، مراقبة وحدات المصنع، رفع الكفاءة والصحة والسلامة، وتطبيق آخر المعايير، كلها تنضوي تحت تطبيق أنظمة الحاسوب وما تسمى بالثورة الصناعية الرابعة في المجال الصناعي. الدكتور ضياء توفيق باعتباره رئيسا لجمعية المهندسين البحرينية يرجع إقامة مؤتمر ومعرض الثورة الصناعية الرابعة متعدد التخصصات الهندسية والتشغيلية إلى أسباب هامة تأتي في مقدمتها. أهمية المؤتمر تندرج أولا في أنه هو يشمل كل التخصصات الهندسية ولا يقتصر على تخصص معين، وهو موضوع الساعة كما يقال، نتيجة للسرعة المتزايدة في النمو فيما يتعلق بالثورة الرقمية، نقول في مجالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالصناعة وكل المجالات الهندسية وخاصة في مجالات التصنيع. باحثون ومشاركون ومتحدثون وعارضون من 12 دولة سيجمعهم المؤتمر تحت سقفه طيلة أيامه الثلاثة، وما يزيد على 40 ورقة فنية وصناعية وعلمية سترمي بمحاورها في انتظار العائد الإيجابي الذي سيفرز ملامحه جدول أعمال النقاشات المستفيضة. 450 مشارك في هذا المؤتمر، في حوالي 36 عارض من الصناعيين، في هناك حوالي 13 كينوت سبيكر أو متحدث. ستكون محاور المؤتمر يعني متفاوتة في مواضيع مختلفة، في موضوع النفط، في موضوع الطاقة، في موضوع الهندسة والاستخدامات الهندسية. التقنيات اللي الحديثة اللي مركزين عليها الواقع الافتراضي والواقع المعزز. الواقع الافتراضي اليوم في قطاع المجال الغاز والنفط حقيقة تركيزه في مجال التدريب، في مجال الأوبريشن ومينتننس، لأنه قطاع النفط حقيقة يواجه تحدي بين يعني الخبرة والشباب الجدد اللي يلتحقون. فالتقنيات الجديدة مثل الواقع الافتراضي حقيقة يستخدمونه إنه يملي الفجوة بين الناس اللي عندها الخبرة والناس المبتدئة. أهداف بالجملة يعتزم المؤتمر على تحقيقها، ولعل في مقدمتها دعم الاقتصاد الخليجي بشكل عام والبحريني بشكل خاص عبر الارتقاء بالصناعات المحلية والعمل على زيادة فرص الإنتاج فيها وتحسينه في جميع المجالات. صيرورة دائمة لازمت بدن القطاع الصناعي طيلة عقود خلت، ثورات تعاقبت وترامت بمحدثاتها لتؤثر بشكل مباشر على دورة الاقتصاد النشطة في إحداث نقلات نوعية انتقالية، خصوصا فيما يتعلق بنوعية وكمية وتكاليف الإنتاج وحتى في آلية التحكم بطبيعته. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدة.